أبنائي أحبابي جميع مشاهدينا في الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في سلسلة تحسين الصوت وتزيينه، والنهاردة بفضل الله عز وجل عاملين مفاجأة جميلة جدا إن شاء الله هتعجب حضراتكم. وهو القول الفصل في الفرق بين الابتهال والتواشيح والإنشاد. يعني بنشوف المبتهل الشيخ فلان، المنشد فلان، ده منشد، ده كذا، ده كذا. طيب بما ان كثير من الاصدقاء والاحباب بيطلبوا ايه الفرق، يعني ما هو الفرق الفيصل في هذا، من اجل يعني عشان طبعا انت حضرتك عارف ان الانترنت مليان بالقال والقيل، ومنه الصحيح ومنه العليل، ولكن بفضل الله عز وجل يعني الكلام بيبقى يعني من مصدر واحد. وانا لما بقول لك ان ده الطريقه ودي السكه، يعني بفضل الله عز وجل يعني لا فصل ولا نقاش، تمام؟ فانا المطلوب من هذا الفيديو ان انا اضع النقط على الحروف واقول لك القول الفصل في الانشاد والابتهال والموشح. بضع كده عنوان اسمه الانشاد، تمام؟ الانشاد يتطرق منه اثنين، يتفرع لحاجتين، التوشيح او الموشح والابتهال. ده اول حاجة، مفيش مجادلة ومفيش كلام ولا في اي حاجة. ده اول حاجة، الانشاد ينزل تحتيه يتفرع لحاجتين. طب الانشاد ده بكل سهولة انشاد ديني. طبعا اتحدث عن انشاد ديني، تمام؟ زي مثلا او مثل مثلا طلع البدر علينا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد الناس كلها عارفين طلع البدر علينا من ثانية، بيبقى كذا شخص، ده الإنشاد، تمام؟ طيب بس أنا مش مهم، مش لا يهمني تعريفه أكتر ما يهمني اللي تحت منه، هو ده المهم بقى، عشان أنا بتسأل على الموشح والمبتهل. طيب أول تفريعة التوشيح أو الموشح. التوشيح او الموشح ده بيبقى عباره عن بيتكون من حاجتين، القارئ وما خلفه، عباره عن جروب، مجموعه تقدر تسميهم يعني بالتعريف الديني بطانه، بالتعريف العامي يعني الاضيش، يعني صرف اللفظ يعني جروبس، هما نفس اللي حواليه، بالمصطلح الموسيقي والغناء والدرابوكا كورال البطانه. طيب إيه طيب يبقى هو ده. طيب بيمسك ايه بقى التوشيح ده؟ حاجتين مفيش تالت، مدح او وصف صفه من صفات الله عز وجل، والامر الثاني مدح النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب اذا ذكر التوشيح والموشحات، ذكر منشد المنشدين الشيخ علي محمود رحمه الله عليه تعالى، والذي تتلمذ عليه الشيخ طه الفشني، ده كان احد البطانه بتاعته. تخيل يعني لو انت بتحضر بتسرش كده على الشيخ علي محمود وتسمع صوته، وانا ادعو الى كل من يريد ان يكون مبتهلا يعني فرصه ان انت تستمع لهؤلاء، دول اساس، دول اساس. اللي على الساحه دول شويه كسور، شويه اشباه، مع احترامي ليهم طبعا، مع احترامي ليهم طبعا، بس انا بقول لك دايما كده اسمع الاصل. للاسف احنا بنندرج للفرع وتسيب الاصل، رغم ان الاصل حاجه معروفه يعني. طيب في مثال، في مثال للموشح الشيخ طه الفشني، اللي هو بتاع يا ايها المختار، تقدر تتفرج عليه وتشوفه. ايه هو يا ايها المختار؟ يا ايها، انا طبعا لن اجيب في حلاوه الشيخ طه الفشني، بس هحاول اجيب لك مثال. فهو بيقول مثلا ايه؟ نادت بك الرسل الكرام، الكرام، يبقى الجروب بيقول لك نادت بك الرسل الكرام، الكرام، بيحاول في جملة إيقاعية، هذه الجملة الإيقاعية مسؤول عنها الفريق أو البطانة، هما بيرددوها وبيسلموا الشيخ نفسه المفتاح بتاع إن هو يبدأ يكمله. طبعا بيرد عليهم بقى بمقامات ما تميز بها الشيخ طه الفشني، إن هو كان مبدع إن يمسك الجملة الواحدة يعمل لها كذا مقام، ممكن يجيب لك 100 مقام. نادت بك الرسل الكرام، الكرام،
مثلا يعني ده مجرد مثلا يعني ده يعني اجتهاد منه. مش نادت بك رسل الكرام الكرام بأداء مثلا بصبا الكرام، نادت بك الرسل الكرام. طب لو سيكا مثلا، نادت بك الرسل الكرام. ويحق لك من ضمن برضه النصائح اللي بحب اقول لابناء الطلبه، حاول تنخلع عن الشيخ نفسه اللي انت بتقلده. ما تفضلش مثلا ان مثلا الشيخ زي نصر الدين طوبان، الابتهال بتاعه مثلا بيبقى يعني فيه شجن وفي حزن. طب ليه انا مخدوش بس حاول اظبط بمقام تاني؟ هو ده بقى محترف المقام واهميه النغم، وانك تبقى تلقي ان انت بتبدع مع نفسك، تبدع من نفسك. مثلا الشيخ، طب احنا عشان نرجع بس الكلام ما نتوهش، الكلام احنا جبنا مثال يا ايها المختار. مين تاني؟ الشيخ محمد فيومي، ده كان ده سكرة المبتهلين. ده كان اول شيخ ينتقل بالعامة ويبدأ يقول موشحات، تمام. بس كان ممتاز الشيخ محمود. انا غلطان اللي انا بسجل والنت شغال. طب انا احاول اقفله، ثواني كده يا جماعة. رجعت لحضراتكم تاني. في مين؟ الشيخ محمد هلباو برضه رحمة الله عليه، كان مدرسة لوحده، تمام. وفي طبعا نقشبند، مولاي إني ببابك رب قصدت يدي مولاي ألوذ إلا. دول اللي هم اسمهم البطانة مولاي. طبعا تميز، احنا في حلقة إن شاء الله نخصصها عن ندرس كل مبتهل وكل منشد، كانوا أعلام الإنشاد، مفيش كلام، تمام. الشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طوبان، ده مين بقى اللي احنا اتكلمنا عنه؟ ده بقى ده الموشح أو التوشيح. الابتهال بقى، قال إيه الابتهال؟ ابتهال له قالب خاص، ده متفق عليه وفرض بول، يعني ما فيش فصل عليه. هو قالب، له قالب خاص، بيبدأ بالشهادتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. أو بيبدأ بالصلاة والسلام، بيبدأ بالصلاة والسلام اللي هو حاجتين، يبدأ الصلاة والسلام أو إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا ابتهال أشهد أن لا إله إلا الله. بيخش بقى فصل مدعية، اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. وبعد كده يبدأ بقى قصيدة فحواها ديني، انتصارات مثلا أو أعياد أو مناسبات أو مثلا الحج. حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا. الشيخ مين؟ حد يقول؟ للقرب منه واسألوه متابا، الله جمعكم بأطهر بقعة وقباكم كرما وفضلا طابا. حجاج بيت الله طوفوا إلى ما غير ذلك. ده الشيخ علي الزاوي رحمة الله عليه تعالى، كان تحفة، مدرسة لوحده. بيبدأ بقى بينهي في نهاية الابتهال، الصلاة والسلام عليك
سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر، وينهي بالأذان. تمام، هذا كل ما لدينا الآن. إذا أي حد يحكي معاك ويقول لك الإنشاد والإبتهال تسمعوا الكلمتين اللي أنا قلتهم لحضرتك. قبل أن أنتهي لي رجاء الأحباب، طبعا يعني في ناس انا لا اقول لحد ما تتصلش عليا وما تبعتش رساله قيمك، انا برد على كل الناس، وانتم تشهدون، انتم شهداء الله في الارض. بس حته انك تقعد بقى ترن وتزن تبعت لي مره واثنين وثلاثه، طب افرض انا ما كنتش فاضي مثلا، او انا خلاص جبت لك، انا شايف ان انت محتاج تقعد مع نفسك شويه، خلاص افهم بقى، رديت عليك مره، لو كذا مره ما ردتش على حضرتك تفهم ان حاول تقعد مع نفسك كده اهو. يعني كتير من الطلاب بيقول لك انا جاي اتعلم المقامات الصوتيه، عايز بصوت حلو. اقول له ماشي يا سيدي، بسيبه مع نفسه كده كذا يوم، هل هو عايز فعلا ولا جاي يضيع وقت على الفاضي ولا جاي فاهم؟ فلازم اعرف ان هل هو يستحق ان انا اساعده، هل ادرب معاه، ادربه صح، مفيش مشاكل، ما استخسرش فيه معلومه. لان في ناس الموضوع ده يا جماعه موضوع عايز صبر. قلت لك ما ينفعش تروح لواحد مثلا كمال اجسام تقول له انا عايز في اسبوع اكون بودي بيلدينج او كرشك بره، ما ينفعش، محتاج صبر وعزيمه وممارسه وممارسه. طب واحد يسال يقول لي طب هو لازم يكون واحد موهوب؟ طب ما هو اكيد اللي بيسرش واللي بيشوف الفيديو ده كتب مثلا كيف اصبح مبتهل، كيف احسن صوته في القران، طلع له الفيديو ده هو اكيد حاسس من جواه ان هو مسلم، ان هو موهوب، ان هو موهوب، او حته صغيره احنا بنكمله الموهبه بتاعته، بنكمله عن طريق تمارين معينه واستراتيجيات معينه. لا تبخلوا بمشاركه هذا الفيديو، اسال الله عز وجل، ارجو ان اكون قد وفقت ولو في توصيل معلومه قد كده اهو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، كان معكم سمير عبد الغني.